صعب الواحد يكون بحط بباله شخص واحد يقدر يتشكره. أنا اللي بدي أتشكر هو أول شيء أهلي، والدي ووالدتي، بدي أتشكر عائلتي اللي وقفوا حدي. يعني وسيم قباني اولا شخص من الجنسيه اللبنانيه ترك لبنان بسبب الحرب على عمر 18 سنه وسافرت الى بلجيكا وساويت تخصص في طب الاسنان. جميل. وبعدها رحت على باريس على فرنسا، عملت تخصص بالطب الاسنان التجميلي والتركيبات والتعويضات التركيبات والاسنان. بعدها جيت على الخليج، ابتديت من قطر، اشتغلت سنة وبعدين صحت لي الفرصة انه اجي على الامارات باواخر 1991، حيث ابتديت اشتغل مع وزارة الصحة كأخصائي تركيبات ومسؤول عن قسم التركيبات في مركز الأسنان في الشارقة. ومثل كل هالمغتربين اللي تركوا بلادهم قهرياً، كنا جايين انه املاً انه بلادنا تتحسن ونرجع. بس بصراحة اشتغلت هون شي حوالي 7-8 سنين بوزارة الصحة ولقينا البلد فيها امكانات وفيها طرق كتيرة للواحد يكفي بحياته ويستثمر. فاخدت قرار انه بصراحة اطلع على القطاع الخاص واستثمر بالدولة، حيث انه القوانين كانت عم تسمح بهالموضوع وتساعد المستثمرين انه يقدروا يفوتوا بهالمجالات. بصراحة انا تركت وزارة الصحة سنة 2000 وفتحت مركز قباني الطبي التخصصي بالشارقة، إمارة الشارقة على البحيرة، وابتديت من عيادات طب أسنان وبلشنا شوي نكبر بطب الأسنان ونعمل مثل ما بقولوا نضم إلنا جميع تخصصات طب الأسنان. وما زلنا إلى الآن بهذا المركز. وبعد من 4 سنوات تحسنت ظروف الاستثمار، بعد شفنا أنه الإمكانيات أكبر والبلد عم تتحسن وعم تنمى خلال 15 سنة اللي ما رأيت. فأخذت قرار انه ارجع افتح مثل سيستر كومباني او سيستر كلينيك او عياده اضافيه باماره دبي اللي سميتها ريفيرا ميديكال اند دنتال سنتر، مركز ريفيرا للطب وطب الاسنان بام سقيم. وهذا المركز لانه اكبر وفي امكانيات اكثر عم نجرب نوسعه لاكثر من طب الاسنان بما فيه الطب العام والطب التجميلي الجلدية وإلى آخره. والله بصراحة أنا أول ما ابتديت كان طموحنا مثل كل هذا أنه نفوت على نشترك بالقطاع الخاص ونحسن الأداء ونحسن حالنا ونحسن مستوى الطب بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أنه نتساعد إذا كان دولة الإمارات بما توفره من إمكانات ومن قوانين تسمح للمستثمر أنه يستثمر وأنه يتحسن ويتقدم، ومن حيث العلم اللي نحن جبناه معنا بطريقة انه نقدر نستفيد منه ونفيد كمان دولة الإمارات اللي كانت بحاجة لهالأطباء. قدرنا بصراحة انه نوصل ل تقريبا اذا بدك مش للطموح، لانه الطموح بعيد صحيح. وما في حدا بيوصل، يعني دائما بتطمح لأحسن وأحسن وأحسن، واللي بيخليك دائما تحسن بالموضوع انه فعلا دائما
دولة الإمارات العربية المتحدة عم تجبرك إنك تمشي مع التطور السريع اللي ما شاء الله ماشيين فيه وتخليك تتطور ودائما يكون طموحك أعلى وأعلى وأعلى. بصراحة هو اللي ميز العيادة هيدي هو مثل ما عم تقول حضرتك التعدد الثقافات. في عندك جنسيات كثيرة بما بيؤدي إلى تعدد ثقافات. زيادة على هيك التطور اللي صار بدولة الإمارات وبإمارة دبي بالأخص خلى الناس إذا بدك يعني تحاول أن تستفيد من القدرات والمهن والتخصصات الموجودة داخل الدولة، حيث أنه كان من 20 و 25 سنة أكثر الناس تسافر لبرات البلد لا تتطبب ولا تتحكم. واللي صار أنه مثل ما عم بقول لك بسبب التطور اللي صار السريع واللي إله واللي ما أنا برأيي ما عم شوف إله نهاية ما شاء الله، واللي بتقول أنه وصلنا للقمة، لا ما وصلنا للقمة، القمة ما مش مبينة يعني بعد فينا عم نطلع ونتحسن ونتحسن ونتحسن. فبلاقي هالموضوع أنا كتير بيساعد لأنه عم بصير الناس تجي إذا بدك تعالج نفسها داخل الدولة. يعني أنا بعرف من خبرتي كانوا من زمان حتى مثلاً الإكسبات المغتربين ولا الأجنبي اللي منه من دولة الإمارات العربية المتحدة يروح على بلده إنه هو بنظره إنه العلاج ببلده أحسن. بس مع السنين من 10-15 سنة بأكد لك أنا إنه الموضوع ما بقى هيك أبداً. حتى على الصعيد الشخصي نحن لاحظنا إنه صارت الناس بتفضل تتعالج هون عن دولها لأنه شافوا إنه هون الطب تقدم بشكل سريع وبشكل ممتاز وصارت إذا بدك الإمكانات أكبر والتخصصات أحسن والعلاج كتير أفضل. هلأ نحن بالنسبة لنا بعالم الأسنان أكيد التطور عم بيصير أكتر شيء بالمواد وبالماشينز بالأدوات والماشينز. التطور الكبير اللي عم بيصير هلأ أكتر هي بالليزر. الليزر إذا كان بعلاج اللثة ولا إذا كان بالجراحة ولا إذا كان بعلاج الأسنان. الشغلة الثانية عم بيصير فيها تطور كمان بكل شيء اسمه تركيبات وتجميل. هيدول هي بصراحة الأشياء اللي عم بيصير فيها التطور الكبير. بس أكثر التطور اللي عم بيصير هو بالمواد وبالأشياء التجميلية. ودائما أكيد أنا بنصح المرضى إنه الوقاية هي خير علاج. يعني نحن بالنسبة لنا هون بالمركز ريفيرا الطبي للطب وطب الأسنان في عنا أكيد عدة تخصصات. أول شيء بالنسبة لطب الأسنان عنا التخصصات كافة اللي هي بالنسبة لطب أسنان الأطفال، طب تجميلي، طب أسنان عام، تنظيف وتبييض، عنا جراحة لثة وزراعة وتقويم، أخصائيين تقويم. بالنسبة للاختصاصات الثانية عندنا طبيبة عائلة ممارسة عامة يعني طب عام. وهلأ عم نوسع عم نجيب قسم لليزر إزالة الشعر و يعني الفيشل تريتمنت وهالأمور هذه، وعم نجيب أخصائي تجميل من فرنسا واختصاصية بلاستيك سيرجري. هدول التخصصات اللي بصراحة عم ندخل فيها ولأنه عم نشوف فيه إمكانيات إنه الواحد بهالوقت يستثمر. لأنه هلأ نحن برأينا مع إنه يمكن في ناس عندهم آراء تانية، نحن عم نشوف إنه هلأ الوقت مناسب للاستثمار لأنه نحن شايفين إنه مع كمان الإكسبو 2020 حيصير في بعد زخم قوي داخل البلد. يعني بصراحة نحن مثل ما عم نقول لك كنت إنه الطموحات ما بتوقف، ونحن أكيد كان هدفنا إنه نبتدي بريفيرا ونوسع لأكثر من فرع أو نوسع لأكثر من تخصص. وهذا اللي ابتدينا من أول ما ابتدينا طب أسنان، صرنا طب عام، صرنا هلأ عم نفوت بتخصصات تانية. وطموحنا أكيد أنه ننتشر على صعيد دولة الإمارات العربية المتحدة كاملة بإذن الله،
ومثل ما عم نقول انه القوانين الاستثمار عم بتساعد اكثر واكثر اللي ما كنا نشوفه من 20 سنة اول ما جيت على البلد او 25 سنة سنة عم نشوفه عم بتحسن كثير بالنسبة للاستثمار وما زال. وانا برأيي انه ان شاء الله الخير جاي لقدام. يعني بصراحة مثل ما قلت هي الكلمة الوحيدة اللي بتختصر كل الموضوع انه رأس المال جبان. فإذا ما عندك انت امن وامان مستحيل انه الانسان يستثمر ببلد ما في لا امن والامان. وهذا اللي خلينا بصراحة نترك بلادنا وما نرجع لبلادنا لانه بعدها لا فيها لا امن ولا امان. بس انا شخصيا يعني بشوف انه الامن والامان الحمد لله اللي موفرته دولة الامارات العربية المتحدة وحكام الامارات وبالقوانين اللي عم بتتبعها عم بتساعدنا كثير لانه نفضل هون ونستثمر اكثر. وصدقا مش يعني مجامله يعني مني انا ولا بشوف عائلتي انا اولادي خلقانين هون نعتبر دوله الامارات العربيه المتحده بلدنا. يعني انا جيت على البلد بمناسبة عام زايد. أنا جيت على البلد كان الشيخ زايد الله يرحمه هو حاكم دولة الإمارات العربية المتحدة. وبعدين في عنا نحن مثل بيقول اللي خلف ما مات. فالنهج اللي اتبعه حكام الإمارات من أيام الشيخ زايد وما بعد هذا اللي خلى الإمارات تزدهر وتتحسن وتحسننا معها بصراحة يعني وتشجعنا على الاستثمار. فأنا أكيد بهالمناسبة بمناسبة عام زايد بحب أتشكر حكام الإمارات جميعا على مثل ما بقولوا دولة وحكاما ودولة وشعب على عن جد الحفاوة وإذا بدك التضامن اللي عم بيصير معنا على صعيد الـ إذا بدك الوافد حنقولها مع أني أنا ما بحب استعمل هالكلمة لأنه فعلاً ما بقى بحس حالي وافد. أنا بحس حالي مندمج مع المجتمع الإماراتي وعم بعتبر حالي واحد منهم وبرجع بتشكر مرة تانية جميع حكام دولة الإمارات العربية المتحدة على يعني دعمهم للاستثمار والمشاريع والأمن والأمان اللي عم يوفروا لنا إياه مشان نقدر نتحسن ونعطي أكثر. يعني أنا بالنسبة لهالسؤال بصراحة صعب الواحد يكون بحط بباله شخص واحد يقدر يتشكره. أنا اللي بدي أتشكر هو أول شيء أهلي والدي ووالدتي. بدي أتشكر عائلتي اللي وقفوا حدي وتحملونا بمسيرتنا اللي ابتدينا فيها من الصفر وطلعنا شوي شوي. وأكيد بدي أتشكر دولة الإمارات العربية المتحدة حكاما وشعبا على أكيد الدعم اللي وفروا لنا إياه مشان نقدر نندمج بالمجتمع أول شيء لأنه الاندماج بالمجتمع أساس للإنسان يقدر يعطي أكثر وأكثر. إذا الإنسان ما بيحس حاله غريب بيحس حاله من البلد ممكن يعطي أكثر وممكن يعني ممكن يستثمر أكثر ممكن يقدم رأي. يعني أنا بدي أتشكركم أول شيء كتلفزيون وبدي يعني مثل ما بقولوا إثني على مهنيتك ما شاء الله. وبدي أكيد أرجع لكم أهلا وسهلا فيكم بمركزي ريفيرا ميديكال أند دنتال سنتر وبتمنى لكم النجاح وبتمنى لدولة الإمارات العربية المتحدة مزيد من التقدم وبقول لهم إن شاء الله منتصرين بكل شيء.